ان هذا من عالم خيالي. الله سنحكي إليكم قصة صغيرة من قصص الرعب. منزل جون مارسون. هذه قصة واقعية سنقرأها عليكم في بعض كلمات صغيرة. هذا الرعب ولا ايه؟ عاد كثيرا منا لا يصدق القصص المرعبة حول الدمية والعرائس، حيث لم تم استخدامها كثيرا في أفلام الرعب. ده عفاريت أطفال، ده عفاريت كبيرة. الخاصة بذلك النوع، ولكن هناك العديد والكثير من القصص التي حدثت حقيقيا، والسبب كان خلفها دمي وعرائس قد استحوذت عليها ألواح شريرة. حدث طيبة وكان السبب هذا منزل جون لارسون. يقع منزل جون لارسون بالقرب من محطة القطار، وهذا في نيويورك. لا أحد يعرف هوية مالكه الحقيقة باستثناء اسمه جول لارسون. عرف هذا المنزل منذ عقود لأنه مخيف ومرعب، ودائما تدور حوله أحداث غامضة. ومن الحوادث التي أرجعت لها الأحداث التي تسير بالمنزل الخارجة عن الطبيعة، إنه في عام 1871 ميلاديا. هذه التاريخ الذي يعود به هذه القصة. حينما اجتاحت مدينة هامبورغ كاملة بموجة ثلجية يرى إثرها حادث مروع. كان هذا الحادث بقطار وقد اصطدم على رأسهم البعض. هذا وتوفى إثرها أكثر من 22 شخصا لذلك الحادث. لا مسحتوش بتكلم بيه بكرة دول. يا عم بكرة دول أعمل لك إيه؟ والله بتكلم. أما لو كانت في عام 1877 اشتعلت نيران بطريقة قريبة في كل المنازل والضواحي بمدينة هامبورغ إلا منزل جول لارسون والذي كان على حاله أثناء وبعد النيران، ولم تمسسه النيران بأي سهولة. ولاحظت الجميع أنه عندما يحل الظلام يظهر نور خاطئ بمطبخ المنزل، وأن هذا العرائس شهادة لأكثر من مرة، وقد كانوا يجلسون
أحيانا كثيرة. يقرؤون الكتاب ودائما ما لوح على الجوارح أفضل العصافير. أتلك الأقفاص والعصافير ذو تاريخ ومصنوعة من الصناديق الخشبية، مع العلم أن هذا المنزل لم يسكنه أي شخص منذ عام 1845، ولكنه قد شغر من السكان ولم يسكن أي أحد. ومما أعرب العديد من السكان بمدينة هامبورغ أنهم يلاحظون أن عيون هذا العرائس تنظر إليه وكأنه ترقبهم، كما أخبر البعض أنه يسمع الأصوات الغريبة التي تصدر عن هذه العرائس. ريح البعض من هؤلاء الناس الذين لا يؤمنون بالأرواح والأشباح، وما به ذلك أن هناك شخص مجهول هو من يقوم بنفسه بتغيير الملابس وتسريحات شعر العرائس، وهو من يقوم بتحريكها أماكنها. ولكن صرحوا بدلائل بأن ظهور هذه العرائس شر منذ حادث حريق بغيره، كما أنه تم رصد نظرة العرائس والتي تبين من خلالها أنهم جميعا انظروا تجاه المكان الذي حدث عليه في الظهر الأليم. ورجح أحدهم أنه شخص يفعل كل هذا رغبة في إحياء وفاة حادث الطائر، ولكن صدق كلامه. أي شخص بإمكانه أن يعيش طوال 175 عام مع الأعمال على المجنون؟ لم يتعرف أحد على ساكنه إلا باسمه جون لارسون، ولم يظهر له أي ورثة. ومنذ عام 2016 اختفت العرائس ولم تظهر مجددا، ولكن ما زالت الأحداث الخارجة عن الطبيعة تحدث يعني. في يوم 25 من شهر مارس بعام 1930 ظهرت بإحدى المحلات الشهيرة عروس هيروكليم للعرض تختلي ثوبا عن ثواب الفخار، وكانت الأولى من نوعها بالدقة التي صنعت به لأبعد الحدود. ومنذ ذلك العام وحتى يومنا هذا ولا تزال هذه العروس الفاهمها لدرجة أنها أصبحت المعلم السياحي.